بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون الأفاضل، أجدد معكم التحية والترحيب ضمن هذه الانطلاقات المستمرة الصباحية الجميلة الذي نشهدها نحن وإياكم في هذا اليوم الذي يخصص لسن الإجداع والانطلاقات، شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة، وهذه الذلل إلى أصايل التي تحضر على أرضية هذا الميدان في هذا المهرجان وفي هذا المحفل الكبير، مهرجان المؤسس. طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. شوطنا ينطلق 18 الخاص بالجداع الابكار، 6 كيلومترات هي الرحلة المصاحبة لهذه الذلل الاصايل. مقدمة الشوط المركز الاول، نتابع نحن وياكم انطلاقة مذيار لهجن الشحانية الصام الفاران بن محمد بن قريع المري قائدا للمسيرة، يقدم لنا مذيار. المركز الثاني، نتابع انطلاقة خيرة لهجن الشحانية وفاران بن محمد بن قريع المري الحاضر على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الأيمن، نتابع في هذه اللحظات اللي وصلتنا سهم لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل قادم من البرنس على المركز الثالث، يقدم لنا حضوره. المركز الرابع، نتابع في هذه اللحظات شرارة لهجن المرقاب، خميس من سعيد بن صالح الزرعي من يتابع لنا انطلاقة شرارة، المركز الرابع. المركز الخامس، نختم بنداءنا في هذه الأثناء، محنة قادمة في هذه اللحظات، هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. هكذا أيها المتابعون الكرام، 5 مراكز أولى أذعناها على مسامعكم الكريمة. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى البداية الأولى، إلى مذيار. مذيار تنطلق في هذه اللحظات والأنظار كلها موجهة إلى مذيار بأدائها المميز التي تنطلق على المركز الأول بشعار هجن الشحانية على البداية الأولى. خيرة ثانيا هجن الشحانية، فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري القادم على المركز الثاني، يقدم لنا حضوره بانطلاقة خيرة. المركز الثالث الحاضرة سهم هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل القادم على المركز الثالث، حاضرا لنا بسهم وأدائها المميز. المركز الرابع، المركز الرابع حضرت الدانة، الدانة هجن ام الزبار محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارح، يقدم لنا حضور الدانة وانطلاقته على المركز الرابع. المركز الخامس طرب الحاضر لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فران المري قادم على المركز الخامس، يحضر الشبل ويقدم لنا حضور وانطلاق الطرب. هكذا هي النتيجة ل5 المراكز الاولى. بعدما اتممنا هذا هو النداء، نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى أداء مذيار هجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع المري، ينطلق بأداء مميز بن قريع على المركز الأول، متابعا لنا مذيار وانطلاقته. هناك الحاضر الأخير على المركز الثاني، تحضر بمتابعة المضمر فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري قادما على المركز الاول والمركز الثاني. المركز الثالث الحاضر سهم لجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل قادم من البرنس الحاضر في هذه اللحظات، يصل البرنس وادائه المميز الذي عودنا عليه جار الله بن محمد بن عقيل قادم على المركز الثاني. المركز الثالث او الرابع عفوا، قادم طرب لجن الشحانية جابر بن سالم بن فران المري. خامسا ايها المتابعون الكرام، الدانة، الدانة
اجن ام الزبار محمد بن بخيت بن حميدي من برقان المقارع يقدم لنا حضور الدانة القادمة على المركز الخامس. اكد ايها المتابعون الكرام الخمس المراكز الاولى اضعتها على حضراتكم، ونعود مباشرة بعدما انقطعت مسافة 4 كيلومترات باقي كيلوين. كيلوين تفصلنا عن الناموس الغالي، ما بقى الا القليل. يا هالجذاع هنا متعة وابداع مع هذا السن المميز، سن الجذاع وانطلاقة هذه الشعارات المميزة، شعارات اصحاب السمو الشيوخ السعادة، تحضر وتنطلق باداء مميز مذيار على البداية. فوراً بن محمد بن قريع المري يتابع لنا مذيار لهجن الشحانية القادمة خيرة. حاضر خير هجن الشحانية، فوراً بن محمد بن حمد بن قريع على المركز الأول وعلى المركز الثاني. الصامل يتابع حالنا بينما حضرت الدانة بدأت تقترب الدانة، وبن برقان خطير مع هجن أم الزبار يقدم لنا الدانة محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارح مضمر هجن أم الزبار الحاضر في هذه اللحظات. حضرت أيها المتابعون الكرام الواصلة شرارة هجن المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرعي، وصلت الى اسماء الحاضرة السيافة هجن الشحانية محمد بن خالد العطية قديم المشاغب في هذه اللحظات، وصل الى المعركة، وصل الى المنافسة، لينضم الى المنافسة الى الخمس المراكز الاولى. اتسللت سيافة الى المركز الرابع المركز الخامس، حاضرة من الجانب الايمن سيوف هجن الشحانية سالم بن فران المري، انطلق قد ذهبي بأداء مميز. الكيلو الأخير الكيلو النهائي مع شوط الختام لمن من بين هذه الأسماء انطلقت في هذه اللحظات. هناك سيوف هجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المرو. يا سلام حضرت مذياب هجن الشحانية فران بن محمد بن حمد بن قريع المري قادم لنا بمذيار مذيار وسيوف، والحاضرة سيافة هجر الشحانية محمد بن خالد العطية، ولكن سيوف حاضرة سيافة الحاضر على المركز الثاني، ولكن خلاص سيوف انطلقت على المركز الاول هجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري، ولكن المشاغبة لابد من المشاغب محمد بن خالد العطية حاضر لنا بسيافة سيافة المشاغب محمد بن خالد العطية مع هجن الشحانية واداء المميز اداء مع سيافة وسيوف ولكن سيوف انطلقت سيافة على المركز الاول هجن الشحانية محمد بن خالد العطية مضمر سيافة وانطلاقتها المميزة. تهانينا والف مبروك على فوز سيافة هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. المركز الثاني سيوف هجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري، المركز الرابع او الثالث عفوا مذيار هجن الشحانية فران بن محمد بن قريع، والمركز الرابع هناك خيرة هجن الشحانية فران بن محمد بن قريع المري، والمركز الخامس حضور شرارة هجن المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرعي. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز وانتزاع سيافة لهذا الشوط، هجن الشحانية محمد بن خالد العطية على هذا الانتصار مع شوط الختام. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز الكبير والمستحق. تهانينا والف مبروك لك يا المشاغب محمد بن خالد العطية. كما تشاهدون هذا الملخص هذا الشوط وتوقيت الزمني في هذه الأثناء، نتابع نحن وإياكم هذه لحظة وصولها قاطعت مسافة 6 كيلومترات بتوقيت زمني قدره 9:39 38 جزءا من الثانية. تهانينا والف مبروك لهجن الشحنية على فوز سيافة. المركز الثاني سيوف لهجن الشحنية توقيتها الزمني 9:40 24 جزءا من الثانية. تهانينا والف مبروك لهجن الشحنية على فوز سيوف. المركز الثالث شعار هجن الشحانية مع الصامل
فاران بن محمد بن قريع مديار 9 دقائق 43 ثانية 37 جزء من الثانية. ثاني والناموس لجميع الفائزين، حظا أوفر لمن لم يحالفه الحظ في هذا الصباح المميز. كما شاهدتم منافسات الجداع، تهانينا والف مبروك، وتشاهدون على الشاشة قناة الريان الخمس المراكز الأولى بتوقيت المميزة مع أداء مخرجنا العزيز. تهانينا والف مبروك وحظنا أوفر لمن لم يحالف الحظ. نذهب ونحن وياكم مع موجز النشر الختامية في صباح هذا اليوم لأصحاب الأشواط الرئيسية والتوقيت الأفضل. مواري بطلة الشوط الأول الرئيسي لجذاع البكار لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. الفارس لهجن الزعبيل ينتزع الشوط الأول الرئيسي الخاص بالجذاع القعدان راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد. ايضا نهني مالك نشايب هجن الشحانية صاحبة التوقيت الافضل جار الله بن محمد بن عقيل 9 دقائق 14 ثانية 95 جزء من الثانية. تاني والناموس لجميع الفائزين.